السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جاء عندنا واحد ضيف عزيز، ومن ضمن الشهيوات اللي تشها قال لك ديروا لي داك الشيء تقلية وبولفاف وهذا، وقلت نشارك معاكم كيفاش كنقيو الكرشة. يعني يلا بديت، هذا ما تسناش حتى العيد الكبير، هذا بغى يدق كل شيء دابا، وما بغيناش هذا عزيز. ايوا قلنا نديروا ليه الشهيوات كلهم تاع العيد الكبير ونشاركهم معكم ان شاء الله. وباش ما نطولش عليكم، انا غنكمل هذه الكرشه اللي عندي غير هذه، وعندي هادي باش ما نطولش عليكم، ونعود نرجع معكم ان شاء الله. انا بعد ما كملت الكرشه في الغسيل، هانتوما كي خرجات، غنقطعها دابا. تاع الغنمي في الساعه كتسلط داكشي، باش كندير لها طريفات شويه كبار باش يبقاو باينين. غنقطع الكرشه ونزيد عليها الريه ونعاود نتلاقى معكم ان شاء الله. دابا بعد ما قطعت التقليه انا عاود رجعت معاكم غنوريكم المقادير ديال القامه اللي غتكون فيها. عندي هنا قزبر حبوب، معلقه كبيره، عندي شويه تاع الثومه، معلقه صغيره ديال مطيشه الحك، شويه القزبر ومعدنوس، زيت العود الحر على حسب الذوق، كمون، تحميره، بصله محكوكه، الملحه، شويه سكينجبير، والتزيين الزيتون الاحمر، ضروري الزيتون الاحمر في التقليه، والحامض. نبداو على بركه الله، نديرو قزبر حبوب، نديرو الثومه، ندير شويه الثومه بزايد، قزبر ومعدنوس، ديك معلقه ديال مطيشه الحك، بصيله وحده محكوكه، وليقانه ان شاء الله. ندير غير شويه تاع سكينجبير، الملح على حسب الذوق، حتى يكون حامض. انا مثلا ملحش بزاف. تحميره، معلقه هكا صغيره، زيد شويه على حسب اللون، الكمون. انا ما تنديرش الزعفران في التقليه، ما تنديرش الزعفران، شويه الكمون، والهريسة اختيارية غير شوية، والزيت العود. انا راه باش نسرع، حيت اليوم الرابع في رمضان وما كاينش الوقت، تعرفوا رمضان وهاد الوقيته الربعة ديجا هادي، سرعت باش نسرع الطياب، طيبت الماء باش غير نشحرها شوية ونروي ونردها طيب، ونتلاقى معاكم باش نكملو نوريكم فطورنا اليوم ان شاء الله. غنخمر معاكم قطيبات، غندوزو مباشرة بلا ما هذا. شوية القزبر ومعدنوس، شوية تاع التحميرة، شوية الكمون. تعرفوا رمضان راه الواحد كيبقى جالس وكيتشهى، ولكن ملي كتوصل للربعة وربعة ونص كتبقاو تجريو ولا ما تعقلوه واش كلشي ولا غير أنا. شوية ديال الأبزار، هريسة اختيارية، حيت ناكلو شوية الحار غير شوية هكا، ونشلو البصيلة إن شاء الله. هادو بغيت نخمرهم دابا شوية، باقي الحار خلاها ربعة ونص باش يوجدولنا إن شاء الله المغرب. سمحوا لينا اللي كيتشهاو لهذا، وانتم مالين الخير والخير عندكم في ديوركم، غير كنبغيو نشاركوا معكم اليوميه تاع رمضان. اليوم الرابع في رمضان،
يا ما كاين لا جوع لا والو، غير شويه الحراره. والله يدوز الامور بخير على خير. ملحه، نسيت الملحه، الملحه في القياس. صافي نخليهم يخمروا على جنب ونمشي للبطبوط ان شاء الله. دابا غاد نعجن معكم شويه البطبوط كبير باش ياكلوا الطيبات. انا درت زلافه عامره ديال الفورس، وغندير زلافه ما عامراش ديال الفينو. نخلي شويه باش نقرص تنشوف. غندير معلقه كبيره مشى الحال، معلقه كبيره ديال الخميره، نزيد عليها معلقه صغيره ديال السكر سنيده وشويه الملحه. صافي ونعجنو. انا ما غنديرش فيه لا زيت لا نيدو لا والو، هذا كيجي غزال، كيجي رطب بلاش. انا غنبقى حتى نجمع ونعاود نرجع معكم، حتى نجمع العجين باش ما نطولش عليكم ونرجع معكم ان شاء الله. انا بعد ما جمعت العجينه راه ما دلكتها ما والو، ها نتوما شفتوا باقا ما مدلوكه ما والو. غنجمعها، غير جمعتها وغنحطها هنا، نخليها تختمر شي 10 دقائق ونعاود نرجع ليها ان شاء الله. انا رجعت معكم، خليت العجينه غير شي 5 دقائق ولا 10 ارتاحت. صغير في هذا القياس، غادي تراجعوا شويه باش نقرصهم حتى نكمل العجين. نقرصوهم ونخليهم حتى يخمروا شويه، ماشي بزاف، ما نخليهمش يخمروا بزاف وما نخليهمش ناقصين خميره. نعاود نرجع معاكم ان شاء الله. ها انا تنقرص البطبوط ديالي بعد ما تراجع شويه، انا ما تنورقوش باش يجي غليظ شويه. ها نتوما ها القياس، ها القياس، ما نخليش يخمر بزاف، شويه شي 10 دقائق ونبدا نطيب فيه ان شاء الله. وانتم معايا البطبوط ديالنا خمر، غنبدا نطيبو فيه ان شاء الله. سمحوا لينا على الصفاره تاع الكوكوط، مرة سخنت القلم مزيان عاد حطيتهم. ها نتوما راه لي ما عمرو ما سبق ليه البطبوط، سبق ليه بحال هكا. ها نتوما، ها نتوما ما شاء الله، شتي يعني ما تخليوش يخمر بزاف. هادي حتى هي هي غطلع دابا ان شاء الله. ها نتوما اللي تبع هاد الشرح ديال هاد الخمار ولا البطبوط، كل واحد اش كيقول ليه، كي تيقول ليه البطبوط، كي تيقول ليه الخمار، كل واحد اش كي هذا. المهم اللي تبع هذا الشرح غادي يصدق لي بحال هكا ان شاء الله. نحاول نبدا ها نتوما، نطيب من هاك ومن هاك تبارك الله، تسخن كيجي تبارك الله ان شاء الله. نحطيه باش ما يلبسش، صافي ونكمل.
التقليه ديالنا وجدات. دابا غنزيدو عليها الزيتون والحامض، طلع منها ريحه ما نقول لكمش عليها، ماشي عييتكم. كنشارك معكم اليوم، نشارك معكم فطوري تا هو. بسلامتكم وسمحوا لينا. هاد التقلية اللي طيبت معكم، وقليلا نقول لكم مع السلامة ولا فيديو قادم إن شاء الله.